أكدت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز إشراك الشباب في ممارسة الأعمال الإنسانية والعمل في مجال القانون الدولي الإنساني والعمل في السلم والأمن واكتساب الخبرة من الخبراء الدوليين في مجال المفاوضات للسلم. نعم، جاء ذلك خلال مداخلة قدمتها سعادة المحامية دلال الزايد أمام اجتماع لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، حيث أشارت إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية والدولية لإيجاد صف ثان من الشباب المؤهلين والقادرين على اكتساب آليات وأنظمة القانون الدولي الإنساني وكيفية تفعيله وتطبيقه على المستويات كافة. كما واستعرضت لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني خلال الاجتماع التطورات الأخيرة المتعلقة بالحالات التي تنطوي على القانون الإنساني الدولي وقضايا حماية اللاجئين والتي ترصدها اللجنة على مدار السنوات القليلة الماضية أو التي تتطلب اهتماما خاصا بالنظر إلى القضايا الإنسانية الملحة.